السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غنعطيكم احسن طريقه باش يمكن لكم ان شاء الله تعقلوا الموقف ديال الفلاسفه، لانني عارف مني كيوصل شهر 6 ولا شهر 5 كتخربقوا وما كتبقاوش عاقلين على المواقف، ما كتبقاوش كذلك عارفين الاسماء ديال الفلاسفه، لان كيكثروا عليكم الدروس وكذلك كيكثروا عليكم مواقف ديال الفلاسفه. لذلك ان شاء الله غنعطيكم احسن طريقه، حاولوا تتبعوها واعتمدوا عليها لانها مجربه وكنعطيها للتلاميذ ديالي، والحمد لله راه كتلقى واحد الريزلتا. دونك حاولوا تخلونا لايك لهذا الفيديو، هذا حبسوا الفيديو وخليونا لايك، وكذلك بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش توصلهم المعلومه. ولاول مره كيشوف هذا الفيديو هذا ينزل تحت منه غيلقى واحد البوطو مكتوب فيها اشتراك، يحاول يضغط عليها، وكذلك ما ينساش يفعل زر ديال الجرس لانه هو اللي كيخليه توصل بجميع الاشارات الخاصه بالفيديوهات ديالنا. دوك بالنسبه للطريقه يا اخوان، دائما كنربطوا الموقف بالمفاهيم الفلسفيه ديالو، بمعنى كاينين شي مفاهيم اللي كيتعتبروا بحال لي موكلي، بحال واحد الكلمات المفتاحيه اللي هما اللي كيخليونا نعرفوا الفيلسوف علاش هضر لينا على الموقف. صافي، انا نعطيكم مجموعه من الامثله باش تفهموا. مثلا عندنا الشخص والهويه اللي هو المحور الاول ديال مفهوم الشخص. عندنا السؤال المركزي ديالنا المطروح في المحور، على ماذا تتاسس هويه الشخص؟ دوك شوفوا الفلاسفه كيفاش غيجاوبوا وغيعطيونا الموقف ديالهم. مثلا جون لوك غيقولنا بان اساس هويه الشخص هو الشعور والذاكره. دوك هاد الشعور والذاكره هما اللي كيتعتبروا كلمات مفتاحيه للفيلسوف، بمعنى هما المفاهيم المهمين واللي بيهم كيبني الجواب ديالو على السؤال المطروح في المحور. دوك انت شنو غادي دير؟ غادير جون لوك وتحط قدامها الشعور والذاكره. دوك هاد الشعور والذاكره دائما نربطها بجون لوك في المحور ديال الشخص والهوية. دوك بهذه الطريقة هذه راه كتعقل على الفيلسوف، ما كيتنساش عليك. دوك هذه الطريقة راه مجربة، اعتمدوا عليها يا اخوان. بالنسبة مثلا الموقف ديال ديكارت، اساس هوية الشخص هو الفكر بمعنى العقل. دوك دائما نربطوا العقل بالموقف ديال ديكارت في المحور الاول ديال الشخص والهوية. بالنسبة مثلا شوبنهاور كيربط لينا هذا المحور هذا بالارادة، دائما الارادة عرف بانه شوبنهاور. الفكر او العقل ديكارت، شعور الذاكره دائما جون لوك. مثلا المحور الثاني الشخص بس في قيمه، عندنا السؤال من اين يستمد الشخص قيمته. عندنا الموقف الاول ديال كانت كيقول يستمد الشخص قيمته من ذاته، بمعنى العقل الاخلاقي. دوك نتوما تعقلوا على العقل الاخلاقي وكذلك الذات، دائما عقلوا عليها بالنسبه لكانت اللي بها كيجاوب لينا على السؤال المطروح في المحور الثاني اللي هو من اين يستمد الشخص قيمته. غوس دورف كذلك الانفتال على الاخرين، هيجل الانفتال على الاخرين والامتثال الواجب. نمشيو دابا المحور الثالث اللي هو الشخص بين الضرر والحريه. عندنا جون بول سارتر الحريه مطلقه، بمعنى الشخص عنده حريه. ايمانويل موني حريه نسبيه. سبينوزا لا حريه، بمعنى الشخص ما عندوش حريه. دوك بهذه الطريقه يا اخوان راه غتضبطوا الامور ديالكم. دوك كنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع.